بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح موضوع الفان وتيبل أو العلاقات اللي بتحكم الفلو with فريكشن. هنفهم مع بعض البارامترز اللي موجودة في التيبل دي بتعبر عن إيه، وهناخد يعني بصورة بسيطة شوية المعادلات اللي بتحكم الفان وفلو واستنتاجها إزاي حصل، ليس حياة بصورة مباشرة زي ما عملنا قبل كده ان احنا نمسك بقى المعادلات ونحلها. احنا خلاص بقينا عارفين اللعبة بتتعمل ازاي، بس يهمني بس ان المعادلات شكلها هيختلف ازاي مع وجود الفريكشن، او في معادلات معينة ههتم بيها عشان اوضح ايه تأثير الفريكشن على الفلو. الموضوع بيبتدي معايا باختصار ان انا بيبقى عندي بايب، والبايب دي ليها فيها فريكشن، وبرضو ببدأ بعمل موضوع الكونسرفيشن ايكويشنز اللي انا بحدد كنترول فوليوم في منطقة معينة، وبشوف البروبرتيز في اول الكنترول فوليوم ده عند الكنترول سيرفيس ده كان فيه بريشر وفيلوسيتي، وفي اخر الكنترول فوليوم ده البريشر بقى بي بلس دي بي والفيلوسيتي بقت في بلس دي في، وسمك او سمك الكنترول فوليوم ده اسمه دي اكس، كويس، وده طبعا اتجاه الفلو بتاعي. ولو شفنا الكنترول فوليوم ده بصورة 3D هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله زي اسطوانة كده، طولها دي اكس اللي هو الطول الصغير ده، والاريا او السايد اريا بتاعت الاسطوانه دي اللي هي بيسموها الويتد اريا. ايه الويتد اريا دي او الاريا؟ المساحه المبلله، هي عباره عن الاريا اللي فيها كونتاكت ما بين الفلويد والايه والحديد بتاع البايب. لو حابب ايه نوضح الموضوع بصوره بسيطه يعني، دي بيبقى اسمها الويتد اريا. الويتد اريا دي بنديها رمز دي اي دبليو، الدي دي طبعا رمز ال يعني الديريفاتيف او لانها دي حاجه صغيره قوي فبنديها رمز دي، والاي دبليو دي هي اختصار للويتد اريا. عندي كمان الحاجه بقى الجديده ان البايب ديت الاريا بتاعتها طبعا ثابته وكمان فيها فريكشن، والفريكشن ده همثله بالايه؟ بالوول شير ستريس. التاو دبليو دي اختصار لايه او رمز لايه؟ للوول شير ستريس. الوول شير ستريس ده هو عباره عن ايه؟ ده عباره عن الشير ستريس اللي بيعبر عن الفريكشن فورس. مش فاكرين لو احنا في موضوع الكونسرفيشن اوف مومنتم لما شرحنا الفورسز قلنا عندنا كام فورس؟ تو فورسز، عندنا البريشر البودي فورسز زي الوزن مثلا، والسيرفيس فورسز اللي ممكن يبقى اتجاهها عمودي زي البريشر فورس، او اتجاهها مماس للجسم زي الايه اللي كنا سميناه السيرفيس فورس زي الايه زي الشير ستريس. الشير ستريس ده بيساوي ايه؟ بيساوي الفورس على الايه على الاريا. جميل. فبالتالي لو انا عايز احسب الفريكشن فورس كنت بقول ايه؟ اقول هو يساوي الوول شير ستريس في الايه في الاريا، الوول شير ستريس في الايه في الاريا. فبالتالي انا عبرت عن الفريكشن هنا بالايه؟ بالوول شير ستريس. الوول شير ستريس ده وحدته طبعا ايه؟ نيوتن بير متر سكوير. طيب ازاي بقى هستنتج العلاقات؟ زي ما عملنا في المواضيع اللي فاتت في الايزنتروبيك تيبلز والشوك ويف تيبلز، هنعمله المره دي في الفان وفلو. ان انا هيبقى عندي البرفكت جاز لو، هيبقى عندي الانرجي كونسرفيشن، هيبقى عندي الماس كونسرفيشن، هيبقى عندي المومنتم كونسرفيشن. ولو انا عايز ادخل في المعادلات بتاعتي موضوع الماخ نمبر فلازم احط برضو معادله الايه الماخ نمبر. وبالتالي لو انا هعمل كود ماتلاب مثلا او هعمل كود على الايز لازم ادخل الايه الخمس معادلات ديت. طيب بالنسبه للاربع معادلات دول زيهم زي اي كل المعادلات تقريبا الايه اللي احنا عارفينها في الايزنتروبيك فلو. الجديد عندي هنا هو مين؟ المومنتم كونسرفيشن. انا الحقيقه مش هحب ان انا اخش في تفاصيل معادلات رياضيه، بس يهمني قوي 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 ان انت تشوف المعادله الجديده عندي في الفان وفلو عامله ازاي، وتفهم البارامترز بتاعتها دي بتعبر لك عن ايه. طيب تعالى نطبق مع بعض المومنتم كونسرفيشن ونشوف ايه الجديد في الفانو فلو. طيب ادي كنترول فوليوم، عندي الفورسز بريشر في اريا هنا، وبي خليها بس نكتب كده اتجاهه اهو، ادي فورس اهي بريشر في اريا، وفورس الناحيه الثانيه بي زائد دي بي في الايه في الاريا، وعندي هنا الايه الوول فورس اتجاهه كده. ليه اتجاهه كده؟ اتجاهه كده لانه عكس اتجاه الايه الفلو، لان ده فريكشن صح، والفريكشن اللي بيبقى عكس اتجاه الايه التيار زي ما بيقولوا، فبالتالي ده اتجاهه عكس اتجاه الفلو. هفترض ان الناحيه دي كده بوزيتيف والناحيه دي كده ايه نيجاتيف. طيب تعالى نحط الفورسز بتاعتنا، بي في ايه بوزيتيف، جميل، بي بلس دي بي في الايه نيجاتيف، تاو وول في الايه في الاريا نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف، نيجاتيف تاو وول في الدي اي دبليو. ايه بقى هنا الدي اي دبليو دي؟
دي عباره عن اريا التلامس اللي بيحصل فيها فريكشن، اللي هي انه اريا بقى اللي هي اللي انا مظللها بالاحمر هنا، عشان كده وريتك الشكل 3 دي عشان تتخيله اكتر. يبقى نيجاتيف تاو وول في الدي اي وول ايكوال ايكوال ايه؟ ايكوال التشينج في المومنتوم اللي هو كان بيساوي عندي هنا ام دوت في الفي بس اشارتها موجبه لان ام دوت ان، وعندي هنا ام دوت اوت بس اشارتها طبعا موجبه ام دوت في الفي بلس دي في. هنضيع الاي بي مع الاي بي هيبقى لي هنا نيجاتيف اي دي بي ودي زي ما هي، وعندي هنا نيجاتيف ام دوت في مع بوزيتيف ام دوت في بقى لي ام دوت في الاي في الدي في. يبقى انا كده استنتجت معادله الايه؟ المومنتوم كونسرفيشن. وده الحاجه الجديده اللي موجود عندي في الدرس دوت اللي هو ظهور ترم الايه؟ الفريكشن فورس. طيب جميل قوي. هل الصيغه دي كده براكتيكال ان انا انفذها؟ الحقيقه هي مش براكتيكال. ليه؟ لانك لما بتروح للراجل بتاع البايبس زي مثلا نفترض ان انت ان شاء الله، وده معظم يعني ناس كتير قوي من مهندسين ميكانيكا بيشتغلوا فيه في مجال التبريد والتكييف. التكييف ده بيمشي في مسارات اسمها الداكتس. الداكتس دي ما بتبقاش مدوره، بتبقى مستطيله. بتبقى مستطيله وساعات بتبقى مربعه. جميل؟ فبالتالي الفلو لما ادرسه في البايب المدوره غير لما ادرسه في الداكت. دي اول حاجه. فبالتالي الاريا والدايمتر هنا بيختلف. دي رقم واحد. رقم اتنين، رقم اتنين لما تيجي تروح تشتري الماتيريال بتاعت الضغط او تشتري الضغط نفسها، ما بيقولكش الراجل الشير ستريس بتاعها بكام. امال بيقول لك ايه؟ الور شير ستريس بتاعها بكام؟ بيقول لك الفريكشن كوفيشنت بتاع الماتيريال بتاعها بكام. فبالتالي لازم نشيل التاب وول دي نحطها بحاجه براكتيكال، والاي دبليو دي برضو بالنسبه لي هتختلف لو كانت البايب مدوره، بايب مستطيله، بايب مربعه. طب واحد يقول لي يا باشمهندس انت لسه فاكر دلوقتي بتتكلم على موضوع الاريات، طب ما اتكلمتش ليه عليه في الاول في الايزنتروبيك؟ هقول لك لان الدرس الفانو فلو بيهتم قوي بموضوع نقل الهواء او نقل الكمبريسبل جاز زي موضوع التكييف دوت. يعني موضوع ضغطات التكييف ده من اعتقد من اهم الابلكيشن على الفانو فلو. ليه؟ لانه ببساطه بيبقى ادياباتيك، لان بيبقى عازل الضغط دي عشان ما الهواء ما يفقدش حرارته اللي هو الهواء السائع بتاع التكييف، فبالتالي ده بيبقى ادياباتيك. وغالبا بيبقى كونستانت اريا لو احنا بنتكلم على مسار ثابت، فبالتالي كونستانت اريا مع ادياباتيك يبقى ده طبعا ايه؟ بيور فانو فلو. فعشان كده مهم قوي ان انا اخد في الاعتبار لو الاريا بتاعتي مش مدوره هيبقى ايه الوضع. طيب تعالى كده نبتدي مع بعض ونشوف ازاي نقدر نشيل الترم ده اللي هو الشير وول ستريس او الوول شير ستريس. هنشيله عن طريق حاجه اسمها الكوفيشنت اوف فريكشن اف. ايه الكوفيشنت اوف فريكشن ده؟ الكوفيشنت اوف فريكشن ده هو عباره عن نسبه ما بين الوول شير ستريس الى الكاينتيك انرجي بتاعت الفلو بير يونت فوليوم. ايه البير يونت فوليوم ده؟ مش نص ام في سكوير لو قسمته على الفوليوم، ماس على فوليوم بيبقى الدنسيتي، صح؟ يبقى دي كده بتعبر لي عن ايه بقى؟ ايه الفيزيكال مينينج بتاعها؟ قال لك هي عباره عن نسبه الانرجي اللي رايحه في الفريكشن بالنسبه للتوتال انرجي، او مش توتال انرجي، بالنسبه للكاينتيك انرجي بتاعت الفلو. جميل؟ عشان كده الرقم ده بيبقى صغير جدا، مثلا 0.04 مثلا 0.004 وهكذا. ليه؟ لان نسبه الطاقه اللي رايحه في الفريكشن بتبقى قليله جدا مقارنه بالايه؟ بالكاينتيك ايه؟ انرجي. طيب جميل. يبقى انا كده ممكن اشيل التاب وول دي وادي ده الناحيه الثانيه، يبقى عندي اف في نص رو في سكوير. يبقى كده خلصنا من مين؟ من المشكله الاولانيه. المشكله الثانيه لو الدايمتر بتاعي بقى، لو انا عندي بقى مربع ولا مستطيل هعمل ايه؟ قال لك هعرف حاجه اسمها الهيدروليك دايمتر دي اتش. ايه الدي اتش دوت؟ الدي اتش ده اسمه الهيدروليك دايمتر. ده بيساوي 4A على الويتد بارامتر. بريمتر. ايه الويتد بريمتر دوت؟ هو عباره عن المحيط المبتل. يعني ايه؟ بص بالراحه كده من الاخر، يعني شايف كده الاريا وول دي او الاريا الجانبيه ديت الاي دبليو. مش احنا عارفين من قوانين الهندسه ان اي مساحه جانبيه لاي شكل هندسي بتساوي ايه؟ البريمتر اللي هو المحيط في الايه؟ في الارتفاع، في الاتش اللي هو محيط القاعده في الارتفاع لو فاكرين، لو الناس تدرس عربي، او البريمتر في الايه؟ في الهايت. كويس؟ طيب لو انا عايز اشيل الاتش دي واخليها دي اكس، جميل، ودي هسميها دي اي دبليو. يبقى لو انا عايز اشيل دي اي دبليو دي احط مكانها ايه؟ بي دبليو في دي اكس. كويس؟ طيب تعالى كده نشيل البي دبليو دي نحط مكانها ايه؟ دي اي دبليو على دي اكس. جميل؟ طيب تعالى نخلي الدي اي دبليو دي لوحدها، يبقى الدي اي دبليو بتساوي 4 اي دي اكس على ايه؟ دي اتش. يبقى انا ممكن اشيل الراجل ده برده واحط الايه؟
الفاكتور الكبير دوت. طيب جميل قوي كده، فهمنا ازاي تخلصنا من التو فاكتورز دول، بس برضو عايزين نعرف الهيدروليك دايمتر ده امثله عليه بيتحسب ازاي. طيب لو انا عندي هنا دكت مستطيله، كويس، الدكت المستطيله ديت ازاي احسب الهيدروليك دايمتر بتاعها؟ ببساطه هقول 4 في الاريا، الاريا دي بتساوي A في B، يبقى 4 AB على الويتد بريمتر اللي هو 2 في A زائد B، مش محيط الشكل ده 2 في A زائد B، صح؟ ده محيط المستطيل، يبقى بالتالي كده حسبت الايه؟ الهيدروليك دايمتر. طيب جميل، افرض يعني كان حظنا حلو وكانت لنا بايب ايه؟ مدوره كده. البايب المدوره دي الاريا بتاعتها باي ار سكوير والبريمتر 2 باي ار. ضيع الباي مع الباي، الار مع السكوير، ال 2 مع ال 4 بقت 2، يبقى ادي ايه؟ 2 ار اللي هو الايه؟ الدايمتر الحقيقي بتاعت البايب. يبقى الهيدروليك دايمتر بيساوي الدايمتر الحقيقي للبايب لو كانت ايه؟ اسطوانيه. اخر حاجه لو مربع 4 اي سكوير على 4 اي يديني ايه؟ ايه في الاخر. كلام كويس كده، يبقى احنا شرحنا الايه؟ الهيدروليك دايمتر. طيب لما نيجي بقى نحل المعادلات الكتير قوي دول مع بعض هيطلع لي كذا معادله بتحكم لي الايه؟ البارامترز المختلفه او البروبرتيز المختلفه بتاعت الفلو. خلينا كده ناخد تو ايكويشنز منهم ونفهم ازاي بيتحلوا والايه؟ مش ازاي بيتحلوا، ازاي بحولهم لصوره الجدول وايه؟ ويبقى كده خلصنا. اول معادله عندي هنا هي المعادله اللي بتربط لي المخ نمبر بالدي اكس. عندي هنا دي ام سكوير على ام سكوير في معادله كبيره قوي، فانكشن من الجاما والمخ نمبر والاف والدي اتش. الاف والدي اتش دول ارقام ثابتين للايه؟ للسيستم. انا عارف الماتيريال بتاعتي مصنوعه من ايه وعارف الهيدروليك دايمتر بتاعي بايه، فبالتالي دي ارقام ثابته. المتجاهل عندي هو مين؟ هو المخ نمبر والايه؟ والاكس. كويس، طيب نحل ازاي المعادله التفاضليه دي؟ خلي المخ نمبر كله لوحده واديني هنا الناحيه الثانيه فصل متغيرات يعني، وخلي هنا الثوابت دول مع الايه؟ مع الدي اكس. يبقى لي ايه؟ فانكشن مخ نمبر يعني معادله في المخ نمبر في دي ام سكوير او دي ام مش فارقه بيساوي 4 اف دي اتش دول كونستنت في الدي اكس. تعال نحل المعادله دي، نحلها ازاي؟ عن طريق التكامل. طيب السؤال بقى هنا احلها ازاي وايه هو المعنى بتاع المعادله دي؟ بص كده ببساطه، لو انا عندي بايب، كويس، والبايب دي انا عارف النقطه واحد فيها المخ نمبر بتاعها بكام، جميل، وعايز اعرف اي نقطه تانية المخ نمبر فيها بكام. عشان نحل المشكله دي هنعمل زي ما عملنا في درس الايزنتروبيك فلو لما عملنا حاجه اسمها ريفرنس بروبرتيز. ايه الريفرنس بروبرتيز دي؟ الريفرنس بروبرتيز دي اللي هي كانت البي ستاجنيشن والتي ستاجنيشن والاريا ستار. لو فاكر ايه الحاجات دي؟ كانت حاجات ثابته للايه؟ للفلو. فبالتالي الاريا ستار دي هي الاريا اللي عندها مخ نمبر بيساوي واحد، ودي نقطه معروفه، جميل. البي ستاجنيشن والتي ستاجنيشن كانوا ريفرنس ايه؟ فاليو. ده بالنسبه للايزنتروبيك فلو. بالنسبه للشوك ويف تيبل كنا بنعمل ايه؟ بي واي على بي اكس، تي واي على تي اكس، وهكذا. ايه الاكس دي؟ كانت الكونديشنز اللي هي بتاعت الايه؟ بتاعت ما قبل الشوك ويف، ودي غالبا بتبقى كونديشنز انا عارفها. وهنا كنا بنقول البي على البي ستاجنيشن والتي على التي ستاجنيشن والاريا على اريا ستار. فبالتالي المقام على طول بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه الريفرنس فاليو اللي انا عارفها. هنا بقى في الفانو فلو ده ايه هي الريفرنس فاليو اللي انا هبقى عارفها؟ الريفرنس فاليو اللي انا هبقى عارفها هي النقطه برضو اللي عندها مخ نمبر يساوي كام؟ واحد، اللي هي النقطة اللي بيسموها ايه؟ نقطة السونيك سبيد، اللي هي لو السيستم بتاعي وصل لها بيبقى اسمه ايه؟ تشوكد كونديشن، وبيبقى وصل لام دوت ماكسيموم. وزي ما هنشوف بعد كده التشوكد كونديشن دي بتختلف عن التشوكد كونديشن بتاعت الايزنتروبيك فلو، وقيمه الام دوت ماكسيمم دي مختلفه تماما عن الام دوت ماكسيمم بتاعت الايه؟ الايزنتروبيك فلو. فاوعى تغلط وتستخدم قانون الام دوت ماكسيمم بتاع الايزنتروبيك فلو في الام دوت ماكسيمم بتاع الايه؟ الفانو فلو. وهنبقى ننبه على الموضوع ده في كل فيديو ان شاء الله، لان دي غلطه منتشره جدا جدا جدا. طيب جميل، يبقى الريفرنس فاليو بتاعتي هي مين؟ هي النقطه اللي عندها مخ نمبر يساوي واحد. طيب ازاي اعرف بقى النقطه دي بتقع على مسافه قد ايه من النقطه واحد دي؟ قال لك دي بتقع على مسافه بيسموها ساعات ال ماكسيمم. ايه ال ماكسيمم دي؟ اللي هو اطول طول للايه؟ للبايب بيحقق لك الايه؟ التشوكد كونديشن. ايه التشوكد كونديشن؟ اللي هو ام دوت ماكسيمم. طب افرض طولت اكتر عن ال ماكسيمم ده، قال لك ساعتها الام دوت دي ايه؟ هتقل اكتر. فبالتالي ال ماكسيمم دي هو الطول اللي بيحقق لك مخ نمبر يساوي ايه؟ واحد. طيب الطول ده عرفه هو ايه؟ هو عباره عن مسافه. المسافه دي لازم ما بين نقطتين، ايه هما النقطتين دول؟ هي النقطه واحد والنقطه ايه؟ ستار. فبسمي ال ماكسيمم دي ايه؟
L1 ستار. والموضوع ده مهم جدا 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 انك تبقى فاهمه وتكتبه كده بالبونت العريض في الكراسه بتاعتك. ال L1 ستار دي هي المسافه من النقطه واحد اللي انت عارف الكونديشنز بتاعتها الى النقطه ستار اللي انت ايه عايز تجيبها. جميل؟ او العكس، لو انت عارف الكونديشن بتاعت الستار او للنقطه ايه اللي انت بتدرسها. جميل؟ فنخلي بالنا من تعريف ال L1 ستار. طيب ازاي نعرف بقى ال L ستار دي قيمتها ازاي من المعادله دي؟ قال لك بعمل الحل التكامل ده، عندي النقطة واحد دي الماخ نمبر فيها بكام؟ بماخ نمبر واحد. طب والاكس بكام؟ قال لك بزيرو، لأن الاكس أصلا بيبتدي من النقطة واحد. طيب الأبر ليميت بقى بتاعتي إيه؟ أو السكند ليميت واحد، ماخ نمبر بواحد، لأن دي نقطة الستار. والاكس هنا بكام؟ بال واحد ستار، ما اسمهاش ال ستار بس ال واحد ستار، ليه؟ لأن هي من واحد إلى ستار. طيب ديت تتحل خلاص سهله، ديت بتبقى ايه؟ هنا ده ثابت، يبقى بالتالي ده هيتشال وهيبقى ايه؟ ال 1 ستار ناقص صفر. يبقى لي ايه؟ 4 اف ال ستار على دي اتش بيساوي فانكشن من مين؟ من الماخ نمبر. لو انا الماخ نمبر بتاعي هنا بواحد، احط هنا واحد يطلع الرقم ده بكام؟ يبقى احط هنا مثلا احط هنا واحد واطلع الرقم ده بكام؟ لو هنا مثلا بنص، احط هنا نص واطلع الرقم ده بقى بكام؟ لو هنا مثلا بثلاثه، اخش هنا بثلاثه واطلع الرقم هنا. هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان الفاليو بتاعت السبسونيك دي بتتكرر مره ثانيه في الايه؟ في السوبر سونيك. فاكرين زي ايه؟ زي موضوع الاريا على اريا ستار. مش الاريا على اريا ستار دي كانت بتتكرر مرتين، مره في السبسونيك ومره في السوبر سونيك، صح؟ هنا برضو هتلاقي ان القيمه بتاعت الاف اف 4 اف ال ستار على دي بتتكرر مرتين في الايه؟ في الجدول. طيب انا هخش في انهي واحده، في السبسونيك ولا السوبر سونيك؟ افتكر اللي قلناه الفيديو اللي فات، ان انت في الفانو فلو ميزته في ايه؟ ان انت ما عندكش فيه ترانزيشن، ما عندكش تحول من السبسونيك الى سوبر سونيك. لو عندك ماسوره كده بدون اي نوزلز، فاعرف ان انت لو عندك نقطه واحده سبسونيك فلو، اعرف ان السيستم كله سبسونيك فلو، الا لو ممكن يبقى في نقطه فيها سونيك فلو، لكن ما فيش حاجه في سوبر سونيك. فبالتالي انت تبقى عارف انك شغال سبسونيك ريجيم. والعكس صحيح في السوبر سونيك، لو انت عندك نقطه واحده سوبر سونيك، اعرف ان السيستم كله ايه؟ سوبر سونيك ريجيم. كويس؟ فبالتالي ده هيسهل عليك قوي في الايه؟ في انك تعرف انك تاخد الفاليو بتاعت السبسونيك ولا السوبر سونيك في انهو كيس. طيب جميل، لو حبينا نمثل الكلام ده على الفانو لاين، ادي النقطه واحد اهي، وال L1 ستار دي هي اللي هتحول لك من هنا لغايه ما تروح لمين؟ لنقطه الايه؟ الكريتيكال. طيب جميل قوي، يبقى مهم قوي تعرف تعريف ال L1 ايه؟ ستار، هي المسافه من نقطه واحد الى نقطه ايه؟ ستار. طيب هل قيمة ال L1 ستار دي ثابتة زي الاريا ستار؟ قال لك لا، قيمتها مش ثابتة. ليه؟ لأنك لو بتدرس مثلا عند النقطة 2 اللي هي مثلا الماخ نمبر عندها بنص، كويس؟ هتلاحظ إيه؟ لو درست عند النقطة 2 ديت هتلاحظ حاجة مهمة قوي. إيه هي الحاجة دي؟ هتلاحظ إن هيطلع لك قيمة اسمها L2 ستار، وهتلاقي قيمتها مختلفة عن L1 ستار. ليه؟ لأن دي المسافة من نقطة 2 إلى نقطة إيه؟ ستار. فبالتالي ال L ستار دي او ال L2 ستار بتبقى مختلفه عن ال L1 ايه؟ ستار. على عكس قيمه الاريا ستار اللي هي بتبقى ثابته لكل الايه؟ مطرح ما تجيبها من اي نقطه بتبقى ثابته، لكن ال L ستار دي قيمتها ما بتبقاش ايه؟ ثابته. كويس كده؟ طيب جميل، دي برده ملحوظه مهمه قوي. برده حابب انبه لحاجه برده، المعادله بتاعت الفيلوستي، عايزين نعرف ليه الفيلوستي بتقل مع السبسونيك، بتقل مع السوبر سونيك وبتزيد مع السبسونيك. ادي المعادله اهي، لما اجي احل المعادلات دي مع بعض هتطلع لي عندي هنا جاما ماخ نمبر سكوير على واحد ناقص ماخ نمبر سكوير في الدي اكس. شايفين كده القوس اللي تحت ده؟ لو الماخ نمبر بتاعتي اكبر من الواحد، الدي في دي هتساوي نيجاتيف، القوس ده هيبقى نيجاتيف دي اكس، فبالتالي العلاقه عكسيه. فكل ما انت بتمشي في الدي اكس بتلاقي ان الفيلوستي ايه اللي بيحصل لها؟ بتقل. ودي الكيس بتاعت الايه؟ السوبر سونيك فلو اللي هو الحته اللي تحت دي، تلاقيه بتطلع كده على طول. كويس؟ طيب بالنسبه للماخ نمبر اقل من الواحد هتلاقي القوس ده بوزيتيف، فبتلاقي ان كل ما الاكس بتزيد الفيلوستي هي كمان بتزيد، فهتلاقي نفسك في الجزء الايه؟ السبسونيك ريجيم. يبقى موضوع العلاقات كرياضيا جه منين؟ من المعادله دي. نفس المعادلات دي بقى هتلاقي معادلات كتير قوي في اي تكست بوك انت بتذاكر منه. هتلاقي ان عندك تي على تي ستار، بي على بي ستار، بي ستاجنيشن على بي ستاجنيشن ستار. ايه هنا بي ستاجنيشن على بي ستاجنيشن ستار؟ اول مره نشوف الشكل ده، او شفناه مره في الشوك ويف، بي ستاجنيشن واي على بي ستاجنيشن اكس. هنا كل نقطه من دول ليها بي ستاجنيشن مختلفه، كنا قلنا الكلام ده في الفيديو اللي فات لو فاكر. المهم هترسم في الاخر الشوك ويف تيبل بتاعك هنا،
عندك ماك نمبر تي على تي ستار، بي على بي ستار، بي استنيشن على بي استنيشن ستار، في على في ستار، اف على اف ستار. الاف دي لو فاكر كانت حاجه اسمها الامبلس فانكشن، ممكن ترجع لها في الازنتروبيك بلاي ليست لو انت عايز تفهمها. 4 اف ال ستار على دي، ده كده الفانو فلو تيبل. لو انت عارف اي حاجه من الحاجات دول تقدر تعرف بقيه الحاجات التانيه. ان شاء الله الفيديو اللي جاي بقى هنبقى نوضح لك البروسيدير بتاع الحل، ازاي استخدم الفانو تيبل دوت. اهم حاجه عندي دلوقتي انك فهمت العلاقات بتاعته جت منين، فهمت مهمه جدا جدا ايه هو تعريف ال L1 ستار دوت، هي المسافه من النقطه اللي انت بتدرسها سواء واحد او اثنين او ثلاثه الى نقطه الايه اللي بتحقق لك التشوكينج كونديشن اللي هي عندها ماخ نمبر يساوي واحد. وفهمنا برضو ايه هو الهيدروليك دايمتر، وفهمنا ايه هو الوول شير ستريس. اتمنى ان شاء الله نكون فهمنا من الفيديو ده كويس، ولو عندك اسئله يعني ممكن تبقى تسال في الكومنتس. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.